دقيقة 83 دخل فيها ثلاث لعيبه مع بعض، يعني دي برضو بتبين ان تمركزنا تمركز اللعيبه ما هوش، هم دي اللقطه دي مش ممكن يعني. دي واحده، واحده تانية عرضيه لعبها عبد الله سعيد بدماغه، جول كيبر ردت منه، والفولو اللي اتعمل عليها بطيء جدا من جده وراحت فرصه. دي بقى يعني عبد الله سعيد لو رجعناها تاني في اللعبات اللي زي دي، مجرد ان عبد الله سندها اصبح الناس جريت خلاص وبقت في موقف مش مظبوط، وهو في نفس الوقت مش هيقدر بعد كده، خد مسافه بتاع 10 متر مش هيقدر يبقى فيه مساحه ورا المدافعين يقدر يلعب فيها الكوره. دي كانت تتلعب من مره واحده اول ما جات له، هيبقى لو نشوف الكوره اول ما جات له من هنا، لو اتلعبت من هنا من اول ما اتعدلت له هيبقى فيه مساحه جوه ال 18 ممكن يروح عاملها قدام المدافعين والمهاجمين اللي مندفعين، المهاجمين بوشهم والمدافعين بوشهم للجول، وهتبقى طبعا فيها خطوره جدا على المرمى، وكان ممكن يجي منها هدف لو اتلعبت على طول. انما هو لمها ومشي، الناس كلها راحت ووقفت وخلاص ما اصبحش في مساحه ان هو يقدر يلعبها فيها، عشان كده اتلعبت للجول على طول، اول ما لعبها راحت للجول كيبر. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي بتبين البطء في الاداء بتاعنا، وما بنلعبش كوره من لمسه واحده في الوقت ده بالذات، كان محتاج من لمسه واحده. هنيجي نشوف مثلا ده شديد قناوي برضو، العرضيه اللي عملها دي اللي اتكلمنا عليها، عبد الله السعيد عملها بدماغه. للاسف الفولو، يعني احنا متعودين في مصر ان اللعيب ما بيعملش متابعه الا بعد ما يتفرج والكره تقع من ايد الجول وبعدين يبتدي يجري، فطبعا ما بيلحقهاش. انما المفروض المتابعه وهي الكره بتتلعب، انا بعمل المتابعه وهي بيلعبها عبد الله السعيد انا بتابع، وانس وقعت من ايد الجول اكون انا تحت الجول على طول مباشره واقدر اسجل منها. فين جاي لسه جاي من اخر الدنيا عبد الله او جده ما لحقهاش، عبد الله لعبها بدماغه. فجده لازم المفروض ده في الفولو اللي زي دي وهو بيلعبها انا بجري على الجول على انها تقع منه، اول ما وقعت هكون انا تحتيه على طول. انما دي فلسفه المتابعه للاسف الشديد ما احناش كتير من لاعبتنا مش قادره تستوعبها ولا تفهمها، لانه مش مركز، بيتفرج على اللعبه اللي بتتلعب والهيدز اللي عمله عبد الله بيتفرج عليه وبيشوف نتيجته ايه، جت جول ولا ما جاتش، وقعت ابتدي اجري. ما ينفعش ده، وهو على طول وهو بيلعب الهيدز انا بجري على الجول على اساس الكره دي ممكن تيجي في القايم، ممكن ترد من الجول زي ما ردت، اكون انا تحت رجل الجول واقدر اجيبها جول بمنتهى السهوله. اهي دي مثلا فرص سهله جدا وكان ممكن يتجاب منها اهداف، لكن برضو بتبين يعني هناك قصور في الوعي وفي التحركات بتاعتنا بتاثر كتير جدا. احد الفرص يا دكتور تسديده لاحمد شكري بعد ما نزل، ما انا عايز برضو مكان موسى ايدان هنشوفها دلوقتي. السيد حمدي لعب العرضيه ديت، السيد حمدي لعب العرضيه دي وشكري مواجه للجول تماما، وبعدين شايط فين؟ يعني ناحيه الكورنر الناحيه دي. يعني انا برضو عندي سؤال، يعني شكري بقاله كام ماتش ما بيشتركش؟ اكتر من خمس ولا بيلعب ماتشات. طب يعني ايه مبررات نزوله في مباشره في الوقت؟ يعني جت ازاي؟ برضو دي من ضمن الحاجات اللي برضو عليها استفهام، بالرغم ان موسى ايدان كان شغال، وبعدين يعني الراجل جايز مثلا ما توفقش في اوفر ولا اوفرين، لكن ممكن بمرور الوقت يعني ممكن، يعني هي وجهات نظر في التغييرات اللي بتتم برضو في توقيتات، وبرضو حتى توقيت تغيير جده في الدقيقة 70 برضو بسيد حمدي برضو توقيت متأخر جدا، لأنه كان واضح من المباراة ومن بدايتها إن جده عشان يلعب على جنب من الجناب ما بيعملش أي حاجة. بصراحة اتكلمنا في دي وقلنا إن جده ده لازم يلعب يا راس حربة يا ما يلعبش، يعني لازم يلعب راس حربة قدام على الجنب يعمل ايه؟ له سريع في الكرة لما يمسكها، ولا دريبلر كويس، ولا عنده ولا الواجبات الدفاعية، يبقى انا بستخدمه استخدام مش مظبوط. يعني لازم اعرف ده استخدامي لو ده يصلح لان انا العب في الجنب اوكي يلعب، انما ان انا العبه على الجنب عشان يروح ويجي ويروح ويجي، وبعدين انا الراجل عنده مميزات مثلا في الهيدز على الجول لو اتلعبت كرات عرضية دخلت. ولذلك انا من اول المباراة قلت يا ريت يلعب هو ورؤوف اثنين رؤوس حربه وتحتهم عبد الله السعيد، وبعد كده رحنا بقى غيرنا في الهاف تايم وقلنا يا ريت يلعب ينزل واحد في نص الملعب يبقى تريزيجيه وعبد الله السعيد تحت احمد رؤوف. برضه دي من ضمن التغييرات. عموما يعني الشوط الثاني الحقيقه يعني اقل كتير جدا من المتوسط، تمريراتنا مش مظبوطه، انتشارنا مش مظبوط، يعني لولا ان الفريق دوت مش موفق على الجول
في كثير من الحالات كرات كثيره، حتى شريف يعني كان مره يشوط الكوره، مره يشوطها في على الاوت الناحيه دي، مره يشوطها ارض الناحيه دي، مره يشوطها، يعني هناك حاجات تحس في بعض الاوقات ان الناس خارجه عن حدود المباراه، مش عايشه في المباراه في الشوط الثاني بالشكل الجيد. انا شايف ان النتيجه يعني 1-0 يعني هو شيء جيد ان احنا جبنا جول وما جاش فينا جوال، لكن هيبقى محتاجه شغل كتير جدا في المباراه الثانيه نجهز لها بشكل جيد جدا، لانه الفريق دوت برضه فريق متحرك وبيأدي واجبات كويسه وكل حاجه وبيهاجم بعدد، لكن ربما يكون ان على الجول في المباراه زي ما احنا شايفين هنا قليلين في المباراه، لكن اللي هتتاح له فرص كتيره كورنرز وحاجات من هذا القبيل ممكن هيبقى فيه خطوره فيها. عبد الله السعيد انا اللي شايفه النهارده من مباراه النهارده من الناس اللي يعني ادت بشكل جيد جدا، عبد الله السعيد ادى مباراه جيده جدا في تحركاته، في نقله، في تسديده للهدف، في الكره اللي عملها الهيدز، في تمريراته، الحقيقه النهارده ادى اداء كويس. رؤوف متحرك وعمل كام تاكلينج في الشوط الاول ومنها الهدف اللي جه جول، وبعدها واحده ثانيه اللي هي هنشوفها دلوقتي عمل برضو تاكلينج وخد الكوره بشكل كويس، بس ايه ايدان اتحرك له تحرك خاطئ فاذا ما اتلعبتلوش بشكل جيد. ربيعه في الشوط الاولاني اتحرك كويس وبيجي من تحت وبيعمل اوفرات وكل حاجه. تريزيجيه كان ممكن استخدامه افضل بشكل، لكن عموما انما الاداء ككل في الشوط الثاني قليل قوي. عايز اقول ان الاداء في الشوط الثاني كان ابطأ من الشوط الاول بكثير. الشوط الاولاني شفنا هجمات مرتده سريعه ويمكن رصدنا في الدقيقه 36 هجمه انتهت بتسديده، لكن من اولها بيبان ان اللعيبه بتنقل بسرعه بعد ما قطعوا الكوره، في تمرير، في تحرك، خمس لعيبه بتهاجم، كان ممكن تبقى هدف. ده اللي شفناه في الشوط الاول، السرعه في الاداء.